الصخرة الإعلامية بروس مورغان من خسارة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن بنتيجة 3-4 بنشر صورة تنهاج وعلق عليها قائلا: لست بحاجة إلى كريستيانو رونالدو. المقابلة التي أنهت مسيرة الأسطورة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ومسيرته في أوروبا لو تم أخذها بعين الاعتبار لانتهت معاناة مانشستر يونايتد، لأنها خرجت من محب وقوبلت بكراهية. كوبنهاجن الدنماركي هذا الفريق المتواضع أوروبيا حقق فوزا مثيرا على كبير الإنجليز مانشستر يونايتد وقلب تأخره بهدفين إلى انتصار بنتيجة 4-3. جماهير كوبنهاجن رفعت تيفو مع بداية المباراة برسالة موجهة للشياطين الحمر جاء فيها: هنا مسرح كويبيسكم. فحدثت رومونتادا لا تصدق حتى بالأحلام. الدقيقة 82 مانشستر يونايتد 3 كوبنهاجن 2. الدقيقة 88 مانشستر يونايتد 3 كوبنهاجن 4.